السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة في هذا النهار. يا ربي مشيت صبحت عند الباشا في الباشوية على الصباح، دوزت تقريبا كاع نص النهار تصايبت هذيك الورقة ديال التنقل. ضروري خص دايما، المهم في هذا الوقت هذا اللي بغى يتنقل ضروري خاص هذيك الورقة، اللي ما كانتش عندك ما يمكنش تمشي لحتى شي بلاصة. المهم درنا لاباس، خفينا شوية وحنا غادي للبحر ندوزو واحد 3 ايام ولا 4 ايام في بوزنيقة، وغادي نديوكم معنا هانتوما، خليوكم معنا. المهم بالنسبة لهذيك الورقة راه هي سهلة، كتشدي الصف في الباشوية، ملي كتوصلك النوبة كيعطيوك واحد الورقة كتعمريها كديري فيها السمية ديالك، وحنا مشينا في سيارة الأجرة تيقولك واش غادي بسيارة ديالك ولا سيارة الأجرة، كدير داكشي صافي كيعطيلك الباشا كيسنيها وصافي. المهم حنا في الطريق قربنا نوصلو، يلاه خليوكم معنا. وصلنا لبوزنيقة فينالمنت زعما ريحاتي بوزنيقة، ما عارفينش بوزنيقة، المهم حنا هنايا هودا هاهي حنا باركين فيها دابا، غنشربو شي حاجة هنايا صراحة شوية من ما جاو الناس، وغنكملو معاكم التتمة ديال الفيديو إن شاء الله. يلا أمي خوي ناتن، حنا وصلنا لبوزنيقة، جينا عند الحاجة أمي، راك ولفتي وليتي بوزنيقية. وي مرحبا مينا، مرحبا بك الجنة، دخلوا عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله. صافي نشوف الليل نتجمعوا العيالات نجمعوا معاهم. هاي هاي اللي تتجمعي صاحبتي. الله يلا خريب بيات كل شيء مزيان. الله يلا يقول جمعتي مزيان مزيان. حنا وصلنا دابا جاكمو مشى للبحر نيشان دروك. اه مشى مع خالد. اه وتشوفي يلبس حوايجو تكبط ومشى بارد دروك. اه قال لك بارد الحال، ولكن بغى يمشي ويشوف البحر هو الاول، ما بغاش يشرب اتاي يسمح فيه. ايوا حنا غنشربو كويس ديال اتاي نردو بيري، اصلا مع السفر راكم عارفين، ولكن هنا راه البرد والله الا بارده الدنيا بارده. اه بارده بزاف بني بلا راه تشوينا امي تما والله الا تشوينا بني بلا زدنا المرض على الحراره وهي تكمل. ايوا المهم خليكم معنا، حنا الحراره وصلنا نشربوا كويس ديال اتاي وداكشي اللي درناه راكم معنا. هنا انتم كيف ما كتشوفوا معنا في وقت الكوتي الجوع كاين الحلوى، كاينين الكروس، كاينين الحريشات. هذا البغرير اللي جابت ليا الاخت حكيمه تا هو جاتو معايا مع داك النهار نيت جابتو ليا، جينا قلت ما يبقاش تما. اتاي صافي. والمهم حنا غنشربوا كويس ديال اتاي وغادي نوري لكم جاكم. ها هو صيفط لي الفيديو يا هو فين مشى، هانتوما هو في البحر مع الغروب تيصور كاع في هذا الجو. شوفوا هذا المنظر شحال زوين ديال الغروب كيكون هكا مع الماء والجمل وداك الشيء، الجو زوين ورائع. ها كي مشى تما دازو من حدا الشوايات، هو يدير واحد الشوايه ديال السردين، هو جابها معاه طايبه. ها هو تيشوي فيها واقف على مولاها وغادي يجيبها للدار وغادي تشوفوها ان شاء الله. ها هو السيد خدام تيشوي لهم، السيد اللي كيبيع هنايا كيدير هاد الشوايات في الطريق هو هذا. هادشي باش زوين المغرب. ها نتوما ما طيبي لا في الدار لا والو، اي حاجه عشقتيها بحال هكا السردين تعشقيه، يعني ماكله خفيفه ما ضرك ما والو صافي. السردين وكيحطوه لك في الشوايه وفوق الفاخر راه هو زوين وانت واكل. هاد جاكم وجاب السردين مشوي كيف ما تشوفوا هكا، جابو سخون قلنا لي غاكل انت صافي بلا ما نتسنى انا العشاء. بنت اختي موجده واحد الطويجين ديال الحوت وقلنا لي تاكل هذوك ملي تشهيتيهم، دابا جايبهم سخانين بلا ما تبقى تسنى فينا العشاء صافي. وراه هو جالس عليهم ربع عليهم في الارض هو باش قال لك نتبننهم. خلينا هو تياكل الصراحه، وحنا نخرجوا حنا لواحد الجريده غنديروا فيها واحد الدويره حق كاين البرد الحال بارد. لبست انا الجاكيطه وخرجنا انا والوالده وبنت اختي، خرجنا الدراري ومشينا خرجنا. انتما كيف ما كتشوفوا جو بارد بلي ملي لقات لنا الحراره، هنا جينا لقينا البرد. الناس هنايا كاع باركين في الجريده انتما تشوفوا، كاع الناس مخرجين وليداتهم والحال بارد، كلشي جالسين الناس تيتهواو. انتما نوريكم هنايا ترانكويل، هنايا الدنيا نقيه وخاويه. هنا باركين يا النعاس انا.
بيس وبيكوشي الناس. اش دايره لنا العشاء اليوم؟ دايره اختي طويلة يجي الحوت الخضره طاجين الريحه واعره ديال وحمله تنشمش هذا الطاجين قلت من الزنيقه خاصك تقول لنا شويه فرخ في الفرخ ان شاء الله يعطيك الصحه في بالنا ها ضربنا الويره وجينا نضربوا الطاجين ضربنا البرد البحرات يجي مع البرد والبرد ها شنو كيودي كيودي هانتم ما نضربوا الطاجين انا وريته لكم يلا نتمنى يكون الاعجاب ديالكم هذا الفيديو وشاركوا القناه باش يوصلكم دائما الجديد وانا نشارك معكم هذا النهار هذا والطاجين اللي ضاربينه في البنزقه يلا مع السلامه ما تنساوش تعملوا لكم فيديو